بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشوف ازاي نعمل فيديو او مقدمة فيديو بطريقة سهلة جدا في موقع اسمه بيتابل. هتلاقي الرابط بتاعه اسفل الفيديو، بقول له كرييت نيو فيديو، تختار شكل من الاشكال اللذيذة ديت، تختار مثلا الشكل دوت تتفرج عليه. هو انت هتبدأ تغير الكلمة ده لاسم الحاجة اللي انت عايزها، يعني مثلا عجبك الفيديو ده خلاص هتقول له سيلكت، وتبدأ بقى تكتب الاسم بتاعتك. يعني هنا مثلا فوق company name اكتب مثلا بيم ارابيا، وتكتب مثلا presentation، تخش على الفيديو اللي بعده وتكتب العنوان بتاع الفيديو مثلا وليكن مثلا بيتابل، تدخل تبدأ تكتب الكلمة اللي انت عايزها سيف لحد ما تخلص البرزنتيشن كله. هو يعمل لك بقى فيديو تقدر تشيره على النت، تقدر تديله الكلام اللي انت عايزها، حاجة مثلا زي الشكل دوت. تمام خلاص، تبدأ بعد كده تخش بقى في الخطوة اللي بعد كده اللي هي ان انت تظبط الصوت، تختار اني صوت انت عايز تحطه وليكن مثلا دوت، وبعد كده بريفيو فيديو تبدأ تشوف الفيديو. بعد كده تبدأ مثلا تعمل له داونلود وتبدأ مثلا تحطه على المقدمة الفيديوهات بتاعتك، زي مثلا لو انت شغال على كامتازيا او سجل اي حاجة تقدر تحطه، او تقدر تشيره مع اصدقائك زي ما انت عايز على السوشيال ميديا.